أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى عدد جديد من المجلة الأسبوعية إيقاعات سيدتي وسادتي. إيقاعات يقترح عليكم اليوم مجموعة من المواضيع الثقافية والفنية، توقفوا الآن عند محتوياتها. في تسجيل وإخراج هذا العدد الزميل محمد صدقي الإدريسي. نستهل مجلة هذا العدد زكريا بعناوين هذا العدد. أهلا بك نزهة وأهلا بكل المستمعين. النقد والرواية موضوع دكتوراه لمجموعة من الأساتذة الباحثين المغاربة والجزائريين. نتعرف عن طبيعة التعاون بين البلدين في المجال الثقافي والانفتاح على الثقافة المغاربية. السينما أداة للتربية والانفتاح والتسامح، شعار الملتقى الأول للتربية على الصورة، نتوقف عند هذه المحطة. كذلك الأخت نزهة الإدريسي، نتعرف على موضوع الشريط السينمائي فين ماشي يا موشي للمخرج المغربي حسن بن جلون. ونتوقف كذلك زكريا عند الحوار الذي أجريته مع فرقة محترف موليير. وكذلك ضمن محتويات هذا العدد نتوقف عند أهم إصدارات المطابع مع زينب زهير، وتتابعون مستمعين الأفاضل كذلك جديد الأخبار الفنية المغربية والعربية مع نجية البخاري. نباشر زكريا التفلي في هذا العدد، نباشر بالخبر الثقافي. نعم نزهة، في إطار التعاون الثقافي والجامعي بين الجامعات المغربية والجزائرية، نظمت كلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني المحمدية لقاء تكوينيا لفائدة أساتذة باحثين من الشقيق الجزائر لتحضير رسالة الدكتوراه حول موضوع النقد والرواية بإشراف مجموعة من الأساتذة الباحثين المغاربة. عن أهمية هذه الدورة التكوينية يقول أستاذ السرديات بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك شعيب حليفي. في إطار دعم العلاقات الثقافية وعلاقات البحث العلمي مع الجامعيين والمثقفين المغاربيين، وفي إطار خطة المختبر في انفتاح على الثقافة المغاربية لدعم الثقافة الوطنية أولا ودعم البحث العلمي بالجامعة المغربية ثانيا، وفي هذا السياق حضر عدد من الباحثين الجزائريين تلقوا تكوينا لمدة يوم كامل، عرضوا تقاريرهم البحثية وتلقوا عدة مناقشات من طرف باحثين مغاربة، وقد كان اللقاء موفقا بحيث استفاد منه عدد من الباحثين المغاربة أيضا في الدكتوراه وفي الماستر، وكان الاهتمام أساسا ينصب على كيفية تدعيم وتقوية النقد المغربي داخل الجامعات المغاربية، وهو ما حصل فعلا، بحيث كان هؤلاء الجامعيون الدكاترة القادمون من الجزائر قد بحثوا في الأدب المغربي نقدا ورواية، وهو ما نعتبره مكسبا لنا في ثقافتنا التي تعتبر رائدة في المغرب العربي. وماذا الأخت نزهة عن فعاليات الملتقى الأول للتربية على الصورة؟ نعم الأخ زكريا التفلي، احتضنت مدينة الضالبيضاء خلال الأسبوع الجاري فعاليات الملتقى الأول للتربية على الصورة تحت شعار السينما أداة للتربية والانفتاح والتسامح. إذن عاد تعرفوا زميل زكريا التفلي على طبيعة العروض التي أطرها بعض الأساتذة الباحثين والنقاد السينمائيين المهتمين بهذا المجال. ومعي مباشرة على الخط الأستاذ حمادي جيرو، أستاذ باحث في المجال السمعي البصري، ناقد سينمائي مهتم بمجال الصورة ومدير مهرجان الرباط. مرحبا وأهلا بك الأستاذ الكريم. مرحبا الأخت نزهة، أهلا وسهلا بكم عندكم كذلك. بارك الله فيكم. إذن مقاربتكم الأستاذ حمادي جيروم لخصوصية وما تميز به الملتقى الأول للتربية على الصورة. هذا الملتقى نظم من طرف ثانوية الحارتي على رأسها المدير السيد العطاري رحال، وبتنسيق مع المركز المغربي للتربية على الصورة الذي تم إنشاؤه مؤخرا. وتنظيم هذه التظاهرة الهدف ديالها هو إدماج وإدخال الصورة إلى المجال التعليمي، بحيث أن الوزارة الوصية ولا المؤسسات اللي كتهتم بالتربية وتوين لازلت بعيدة عن المجال ديال الصورة، في حين نحن الآن نعيش في مرحلة تسمى
حضارة الصورة، واعتبر أن الصورة الآن أصبحت هي الوسيط الوحيد للوصول إلى الناس، تصل إلى منازلهم عبر التلفزيون، عبر الإنترنت، عبر تخلق الفرجة، تخلق المتعة، تخلق المعرفة، تأتي بالأخبار. إذن فنحن الآن نعيش في هذا المجال، لكن المشكل أن الإنسان المغربي سواء المتعلم أو غير المتعلم يستقبلها بطريقة بدائية، إنه لم يتعلمها بعد. ونحن نعرف أن الصورة هي معرفة، هي علم ينبغي أن نتعلمها، وما دمنا بعيدين عن التعلم تكون الخطورة كثيرة أكثر من فيها. فرغم أن هذه الأهداف اللي قلت لك كاينة عند الصورة، لكن الأهداف على المستوى المعرفي وعلى مستوى الأخبار وعلى مستوى التكوين لا تتحقق إلا عندما نؤطرها معرفيا ونقبض عليها. وأظن أن الوسيلة الوحيدة هي البداية من المدرسة، والمدرسة لحد الآن، وهذا شيء غريب في المغرب، لا زالت لم تقوم بأي فعل بهذه العملية. والآن كمجتمع مدني نحن في المركز المغربي للتربية على الصورة قمنا بهذه العملية وقلنا عوض أن ننتظر ينبغي أن نبدأ، وكانت الاستجابة يعني مهمة جدا من طرف الأستاذ العطاري مدير ثانوية الحارثي، ونحن قد قمنا بمشروع مهم كانت فيه محاضرة حول التربية على الصورة لمحاولة التحسيس، وكان فيه عرض شريط ديال حسن بن جلون للتعرض كذلك بمناسبة ما يحدث الآن في غزة وفلسطين، ولمحاولة توعية الناس ما هو الفرق بين اليهودي والإسرائيلي والصهيوني، لأن هذه كذلك مشكلة كبيرة باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا فيما بيناتنا ونحترم الآخر ونتسامح معه، لكن العدو ينبغي أن نقف منه موقف مختلف تماما. ثم كان هناك يعني تأطير لمجموعة من الأوراش اللي قاموا بها مجموعة من الأساتذة اللي حاولنا نقوم بالتكوين ديالهم. طيب، وكيف ما تفضلت الأستاذ حمد يقرون بأن الصورة أصبح لها دور كبير في إيصال الخطاب، في باعتبارها كذلك بوابة لتحصيل معارف وإضافات للمتلقي، باعتبار هذا المتلقي يكون دائما طبعا أنتم كتبدأوا من المؤسسة التعليمية اللي هي تلاميذ وتلميذات، وطبعا هذوك المتمدرسين اللي هم شباب، فإدخال طبعا هذا الفن أو هذا الصورة كأداة أو كوسيلة لإيصال واحد المجموعة من المعارف. تفضل الأستاذ حمد قيرون. طبعا كما قلت أعتبر أن الآن دول مثل مثلا أوروبا بحال فرنسا وبلجيكا اللي احنا عملنا معهم واحد الشراكة مهمة، وجاو في خلال شهر يوليو في مهرجان الرباط كونوا لنا مجموعة ديال الأساتذة ومجموعة ديال المدرسين ومجموعة ديال المهنيين في هذا المجال. الآن بدل العمل مع جاك لانج، بحيث دار واحد المشروع على مدة 3 سنوات ديال التكوين، ومن بعد تلقى مشروع في وزارة الثقافة ووزارة التربية الوطنية، والآن هما وصلوا ل5000 مدرس ديال التربية على الصورة، ديال الصورة. احنا كنتكلموا على التربية على الصورة أولا، على التربية بالصورة، لأن كاين جوج المراحل. فالتربية على الصورة كنكونوا المكونين، ثم كنعلموا التلاميذ كذلك أشنو هي الصورة كلغة، كبلاغة، كخطاب. بعد ذلك يمكننا نعملوا بها اللي بغينا، يمكننا ندرسوا بها العلوم الفيزيائية، ندرسوا العلوم الطبيعية، ندرسوا بها التاريخ، وندرسوا بها الجغرافيا، وكنسهلوا المأمورية للتلميذ. كنا نعملوا أولا فرجة، لأن السينما لأنها تحكي وتقدم عوالم مختلفة وبعيدة وغريبة على الطفل، وكتخلق له المخيلة، كتعطيه واحد المتعة، وهذه المتعة كنمروا بها المعرفة اللي أصبحت الآن التلميذ كينفر منها من المدرسة. إذن فهذه المبادرة هي مبادرة لمحاولة تحويل يعني القسم اللي أصبح عبارة عن سجن وعن معتقل كيهرب منه التلميذ لواحد المكان فيه الراحة وفيه المتعة وفيه في 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 الاستراحة. وهذا هو الشعار ديالنا، كيف نقدم المتعة، العفو، المعرفة من خلال المتعة. نعم، طبعا شعار هذا الملتقى الأول للتربية على الصورة يحمل السينما أداة للتربية والانفتاح والتسامح. قراءتكم الأستاذ حمادي قيروم، وباعتباركم طبعا ناقد سينمائي لهذا السينما باعتبارها فن من الفنون، وشيء وسيلة وهدف في نفس الوقت لترسيخ واحد القيمة أو قيم مختلفة من بينها التربية والتسامح. أولا اختيار السينما هي فن الحداثة بامتياز، وهي فن مفتوح على الجميع، ويجعل كل هويات لا تنغلق. إن الهوية باحترامها بالقيم ديالها الدينية والقيم ديالها النبيلة السامية الروحية والوطنية كتجعلها تنفتح على هويات أخرى، وبالتالي ما تبقاش من كمشة على نفسها، وكترد فعل بشكل عنيف، بل كتصبح متسامحة، وكتجعل من الآخر دائما هو صديق
ومتكامل معها. وأظن أن اختيار الفيلم ديال حسن بن جلون باش نبينوا يعني الفرق بين اليهودي والصهيوني والإسرائيلي فهي مسألة. فنحن الآن عندنا في المغرب يهود مغاربة دينهم هو اليهودية كما آخرين دينهم هو الإسلام, ولكن اليهودية أقلية والإسلام الحمد لله هو الأكثرية. وكاين هناك كذلك أجالية أخرى أجنبية اللي عندها الديانة المسيحية. فمعنى أن هذا الفيلم كيبين أن هناك تسامح بين الديانات وتعايش بينها من زمن. والفيلم ديال حسن مجلون اختارنا لهذا الهدف هذا. بس صباح السينما هي كذلك عندها واحد المشروع ديال إيصال واحد الرسالة اللي هي رسالة التسامح وترسيخ القيمة التعايش مع الآخر وإظهار العدو. لأن العدو إحنا ما عندنا مشي هو اليهودية, هو الصهيونية وهو إسرائيل التي يعني استعمرت فلسطين واغتصبت أرضها وقتلت أبنائها. نعم. إذن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حمادي قروم. الأستاذ حمادي قروم هو مدير مهرجان الرباط, ناقد سينمائي طبعا, أستاذ باحث مهتم بمجال الصورة. شكرا جزيلا لك. شكرا أخت نزهة, وأتمنى لكم التوفيق إن شاء بارك الله فيك. ما رأيك زميل زكريا في أن نقترح على المستمعين الكرام وأن نشنف أسمعهم الوفية بأغنية أنا أمشي لمارسيل خليفة؟ إذن لنستمع إلى هذه الأغنية.
ضمن محتويات هذا العدد زكريا نتوقف عند المحطة السينمائية. قدم المخرج السينمائي حسن بن جلون بالمركب الثقافي كمال زبدي بالبيضاء فيلمه الأخير فين ماشي مشي بحضور عدد كبير من الفعاليات السينمائية المغربية وعدد من النقاد المغاربة بحضور مجموعة من التلاميذ المهتمين بمجال الصورة وقراءتها. نستمع للمخرج حسن بن جلون وهو يتحدث عن موضوع شريطه فين ماشي مشي. أنا تنشوف لأن بحال هاد الافلام هادو اللي كتدو على الذاكره كتدو على الماضي اللي تيكونوا مهمين جدا بالنسبه للتلاميذ لان تيشوفوا المغرب وتيشوفوا الذاكره ديال المغرب بواحد العين اخرى من غير الكتاب ديال التاريخ. هذه وحده. ثانيا انا تنستافد لان تنستافد كثير لان تنشوف كيفاش تيتعامل التلميذ او الشاب مع واحد الموضوع تيكون موضوع حساس ولا الموضوع ديال التاريخ ولا ديال الذاكره. أنا تنظن بأننا تنستفد كثير لأن بعض الأسئلة ولا بعض كيفاش تيتعامل هو مع واحد اللقطة ولا مع واحد تنظن بأن تهمني كثير الكتابة ديال المشاريع الآتية والمواضيع الآتية. ونتعرف زكريا على إحدى الفرق المسرحية الشابة التي حازت على جوائز عدة في مجال المسرح بمجموعة من الملتقيات الثقافية بالمغرب. بهذه المناسبة كان لك لقاء مع عضوي فرقة محترف موليير للمسرح. نتابع حوارك زكريا. أهلا بكم مستمعين الأفاضل على أثير إذاعة المملكة المغربية بالدار البيضاء ضمن برنامجكم الأسبوعي إيقاعات. يشرفني أن أستضيف عضو فرقة محترف موليير للمسرح مغفول محمد وأشكر زكريا. بداية مرحبا بكما. مرحبا بالأخ زكريا وبالمستمعين الكرام. في بدء البدء محمد أعطينا ورقة تعريفية عن فرقتكم المسرحية. فرقة محترف موليير للمسرح كيعود التأسيس ديالها منذ سنة 1999 حصلت على عدة جوائز ولكن قدر نعتبر أن سنة 2004 هي اللي كانت الانطلاقة الحقيقية للمحترف اللي وش عنده الصيت ومعروف على مستوى المغرب. أول فرقة جامعية كل سنة تحصل على جوائز في مختلف المحافل المسرحية منها المحلية وكذلك بعض الملتقيات المسرحية الدولية. إذن زكريا كيفاش كانت البداية ديالكم مع المحترف؟ إذن في البداية أود توجه بالشكر الجزيل للأخ زكريا والإذاعة الوطنية على هذه الاستضافة الواعية بالشباب وخاصة الشباب المبدع. بالنسبة للمحترف موليير كما قال الأخ مغفول كانت الانطلاقة دياله في سنة 1999 لكن الانطلاقة الحقيقية في 2004 كانت الانطلاقة الحقيقية الأولى بعمل عزف على الأرشيف كان عمل يخص المقاومة المغربية أثناء الاستعمار الفرنسي والإسباني. كذلك توج هذا العمل بعمل آخر وعمل 6 في 6 أو حقق جوائز كثيرة على الصعيد الوطني في مهرجانات الجمعية وكذلك مهرجان الشباب وفي ملتقيات أخرى حصل على عدة جوائز كبرى. كذلك عمل 6 في 6 توج بعمل آخر أبهر الحمد لله جمهور تعرف موليير وعمل شمس الليل رؤية نقدية لواقع المؤسسات الخيرية الإنسانية بالمغرب. ما هي أبرز الصعوبات اللي واجهتكم خصوصا أنتم يعني كشباب جامعي؟ أول صعوبة اللي كتواجهنا هو أنه ما كاينش تقدير الإبداع اللي كنعملو. كنشوفوا أعمال اللي بأغلب الجمهور المغربي ما كيرضاش عليها. كنشوفوا أعمال اللي كيقوموا بها شباب غاية في الإبداع ولكن ما كتقدرش ما كيتعطاش ليها واحد الاهتمام. إذن هنا ربما ما كاينش واحد الدعم مادي. لا مادي لا معنوي. يعني حنا كما كيقولوا مشهرين السيف ديالنا وغادي كنحاربوا. تلقاو مثلا شي صدر رحب اللي غادي يضمنا. إذن سي محمد يا هناك شي إضافة يعني حول صعوبات الاعتراضات المسيرة ديالكم الفنية؟ بطبيعة الحال ماشي غير حنا اللي عندنا مشاكل ولا أي مجال مسرح ولا كما تكون الصعوبات خاصنا حنا نتجاوزو. من الصعوبات اللي كنواجهوها كما قال الأخ زكريا يعني ما كاينش واحد الاهتمام بجانب ديال الإبداعات الشباب. الجمهور المغربي كيتعود على بعض الوجوه وبعض الأعمال وبعض الفرق اللي ديما هي كاينة. يعني قدرنا نعتبر مثلا المسرح الجامعي ما عندوش أهمية
كتبقى مجرد غير تسميات، مسرح احترافي، مسرح هاوي، مسرح جامعي، ولكن قد نلقاو ان فرقه جامعيه كتقدم عمل لاحسن من فرقه كتسمى داخل في المجال الاحترافي. يعني حاول ان يهتموا بالمسرح الجامعي والمسرح الهاوي، يعتبروك احترافي بحال المهرجان الوطني ديال المسرح، على الاقل يدخلوا على الهامش بعض العروض المسرحيه ديال المسرح الشباب اللي هو عنده واحد الاهميه. الشباب اللي كتواجههم ومشاكل واحد العلاقه ديال المسائل الماديه، ماشي مسائل ماديه، ومو على الاقل يعني بحال اللي بغا نشوف شي مسرح شي مهرجان مثلا غير جامعي، يعني خاص على الاقل واحد المساري ديال التنقل. مساري ديال التنقل معظم الاعضاء ديال الفرقه كيكونوا انا مجرد طلبه، يعني على الاقل تكون واحد الشراكه مع وزاره النقل ولا شي حاجه لهم، يخصوا لهم واحد المصاريف التنقل، يعني خاص يكون واحد الدعم خصوصا كتعرضوا مسرحيات خارج مدينه الدار البيضاء بطبيعه الحال. ماشي بعد مره حنا مركزينش على الجانب المهرجان الجامعي، حتى مثلا شاركنا مؤخرا في شهر ماي سنه 2008 شاركنا في واحد المهرجان اللي نقدر نعتبره مميز للمهرجان، المهرجان المسرحي المغاربي لمدينه مكناس في حلته الرابعه. ما هي اهم المهرجانات اللي شاركتوا فيها وابرز الجوائز اللي حصلت عليها فرقة محترف موليار للمسرح؟ بالنسبة ل 2008 لأن تبارك الله عندي ريبرتوار يعني زاخر بالأعمال والإنجازات والمهرجانات، غنحاولوا نركزوا فقط على سنة 2008. بالنسبة لسنة 2008 حصل المحترف على الجائزة الكبرى للمسرح الجامعي بمدينة مراكش، كذلك بالمهرجان الجامعي الدولي بالنسبة لمراكش وكذلك أكادير على التوالي جائزة الكبرى، كذلك بفاز كذلك المهرجان الدولي للمسرح الجامعي. مؤخرا قمنا بالمشاركة في المهرجان الجامعي بمدينة طنجة، لم نحصل على الجائزة، حصلت على جائزة أحسن إخراج. نعم لم نحصل على الجائزة الكبرى كالمعود، حصلنا فقط على جائزة الإخراج. ممكن جائزة، هذا هو المهم. هذا هو المهم طبعا. ماشي المهم جوائز، هو أنك تقدم عمل اللي كيرقى بالطموح ديال التلقي. بصراحه الجوائز كاينش قيمه، امتى الجائزه كتكتسب القيمه ديالها؟ ملي كيكون التقدير. وحنا عندنا الجوائز كبرى، حنا عندنا تشخيص، حنا عندنا شنو النتيجه. بين قوسين ما كاينش واحد المكافاه ماديه للجائزه، بغض النظر ما كاينش جوائز نقديه طبعا، الا في بعض ملتقيات كملتقى ابداع الطالب بغينا واحد التقدير. ما كنشوفوا مثلا في الافلام الامريكيه كيقول لك كنت كنمثل اكتشفني واحد المخرج واكتشفني. القضيه ديال الاكتشاف حنا ما عندناش في المغرب. بغيت شي نهار شي واحد يقول لي راه اكتشفني داك المخرج كنت غادي وسمع بأني ولا تفرج شي واحد المسرحيه وجا خداني. قليله القليل، ولكن قليله معدود على رؤوس الاصابع. نعم بكل شكل للاسف، يعني الشواهد هنا يعني كتفقد القيمه ديالها، كتبقى معنويا شيئا ما، مابقيناش كنحسوا بالقيمه ديال الجوائز. واخا كناخذ الجائزه الكبرى واحد اللحظه ولينا كنسمعوا الجائزه الكبرى صافي جاتنا عاديه، مابقيناش كنحسوا بالقيمه ديالها. هذا هو خلاصه الامر. ولكن يمكن لي نقول لك بعد رجعت النقطه ديال على الاقل ما يكونش هنا هدف مادي ولا جوائز ماديه، هو على الاقل هما نشاركوا في شي مهرجان اللي عندها صيت دولي، صبغه احترافيه. مثلا مهرجان وطني في القرار ديال لجنه التحكيم والتوصيات وصاو بانه اشراك المسرح الجامعي في المهرجان الوطني للمسرح الاحترافي اللي كتنظم وزاره الثقافه، هذا كيبين بان المسرح الجامعي راه عنده اهميه. وكما رجع النقطه ان كانت سباقين هو المهرجان الوطني ديال مكناس المسرحي المغاربي، كانت فرقه من فرنسا، جوج فرق من تونس، جوج فرق من الجزائر، بالاضافه الى ثلاث فرق من مدينه الدار البيضاء. جوج فرق اللي كانوا جامعين، كانت فرقه من الدار البيضاء هي فرقه مسرح محترف موليير اللي شاركت مسرحيه شمس الليل وبالاضافه الى مسرح الجامعي لفرقه جامعه قار يونس بليبيا. كان تنوع ديال العروض، مثلا كان المسرح الجامعي كانوا جوج، المسرح الفردي بالاضافه الى مسرح الطفل، بالاضافه الى الفرق اللي عندها الدعم تكون فرق شابه علاقه تلعب على الهامش وتحاول تحتك وتاخذ تجربه من عند الفرق المحترفه. على سبيل المثال هذه القضيه ديال الاحتكار، انت شاب ما خصك تبان مع المحترفين والناس اللي معروفه. مسرحيه شمس الليل مؤخرا هي مسرحيه يعني بدون يعني افتخار، مسرحيه رائعه. حاولوا نعرفوا المضمون ديال المسرحيه. القصه ديالها هي كتبين لنا واحد الواقع الحقيقي ديال المؤسسات الانسانيه الخيريه في بلادنا. شوف بلادنا اون جينير متفق معك في هذه القضيه بصفه عامه، عندك صح اي بلد كيف ما كان. اذا قلت لك يسعوا الشخص ديالو يبينوا لنا معاناة اللي كيمر بها الكفيف، خصوصا سلطة الضوء على ضريرة اللي ما كيشوفوش. بفضل المخرج ديالنا انور حساني بلغوا العديد من الرسائل، طبعا المسرحيه مقتبسه للكاتب لينين الرملي، فاحنا حاولنا ان ناخذوا ديك المسرحيه ونمغربوها، طبعا بادخال مصطلحات مغربيه محضه، ادخال يعني مواقف هزليه مضحكه، يتسم العمل بنوع من الفكاهه باش ما يدخلش ما تسقطوش في الرتابه. في الرتابه يعني اللي ولينا كنشوفوه بعض الاعمال مؤخرا، وهذا الشيء اللي كيخلي الجمهور ديالنا انه ينفر من المسرح.
يعني ما هي أبرز المشاريع المستقبلية ديالكم؟ أبرز المشاريع المستقبلية يعني إحنا ما عندناش واحد الهدف ولا مشاريع على المدى القصير، تكون إن شاء الله على المدى البعيد. يعني إحنا غادي نستمروا بقلة الإمكانيات والصعوبات ديالنا، وغادي نمشيو كما كيقولوا خطوة بخطوة إن شاء الله، أننا نحاول الفرقة أنها يبقى عندها واحد الصيت، يبقى عندها واحد مكانة ضمن المسرح الجامعي، نحاولوا أننا ندخلوا في شوية في المجال الاحترافي، ونكمل الفرقة أنها تستمر بين حنايا أعضاء الفرقة الأخرى اللي غادي يجيو، وأنها تطور وتمشي لقدام إن شاء الله. الاستمرارية ما كتستمر إلا بعمل مسرحي جديد، واش كتوجدوا الآن لشي عمل؟ محترف موليير ولا على العاتق ديالو واحد المسؤولية الآن، ولا الجمهور يعني من بعد مسرحية عزف على الأرشيف 6 في 6 شمس الليل، ولو دائما كيطالبونا شنو العمل الجديد اللي غتجيبوا لينا. يعني العمل الجديد خصو يكون دائما يا إما متمم للعمل السابق أو أحسن منه. فالعمل الحالي هو يعني اخترنا له عنوان مؤقت، ربما يبقى ربما يبقاش، هو الماضي فات. الماضي فات. الماضي فات. ومقتبس كذلك. لا، هو من تعريف أستاذ أنور حساني. إذن ككلمة أخيرة. أخيرا كنشكر الأخ زكريا تفالي والمستمع الكرام بالإذاعة الوطنية، كنقول لهم بأن المسرح حاول يركزوا، ما يبقاش عندك فكرة قديمة ديال كيدير المسرح راه مسكين كيدير المسرح. يعني المسرح ديرو كما كيقولوا، ما ديروش انه اولويه ديالك وتمشي تبقى تقول حقا انا يا فنان كندير كنعاني مشاكل. خدم ودير الفن. الفن راه رساله ساميه، وسيرتو يعني سيرتو المسرح. المسرح راه شي حاجه من اولويات، من اولويات، بالاضافه الى ان بفنو من الضروريات انه كيشجعك تقرا لا كومونيكاسيون داخله في المسرح، والتواصل بين كافه الشعوب بغض النظر عن الجنسيه ديالهم والاديان ديالهم. وشكرا. في البدايه كنشكر الجمهور اللي تحمل معنا العناء والسمع الحوار ديالنا. ثانيا كنبغي نوجه رساله لكل المسؤولين اللي على راس هذا القطاع، اعتنوا بالشباب، انه هو المستقبل ديال البلاد، اعتنوا به، عندهم الكلمه ديالهم ما يقولوا، عندهم ابداعاتهم، غير اعتنوا بهم ما تنساهمش، راه غتكون شي حاجه زوينه. إذن باسمكم مستمعينا الكرام أشكر ضيفي إيقاعات لهذا الأسبوع مغفول محمد وأشكر زكريا، إلى اللقاء. نصل الآن إلى الفقرة القارة ضمن هذه المجلة الثقافية والفنية، إصدارات والزميلة زينب زهير. أهلا بك زينب. شكرا زميلتي نزهة. متتبعي جديد الإصدارات الوطنية، أهلا بكم. نفتتح جولتنا من الإصدارات بالمجموعة القصصية الأولى كلاب السوق للكاتب والشاعر المغربي عبد الوهاب سمكان، وقد جاءت المجموعة في 64 صفحة محتوية على 7 قصص، منها النبي ليل طويل ومن قتل الراعي. ويشار إلى أنه سبق نشر قصة النبي ضمن كتاب أفريديت العدد الخاص بمخاضات تجديد القصة القصيرة بالمغرب. وقد شارك عبد الوهاب سمكان في مهرجانات مهمة في المغرب، ونشر كتاباته الشعرية والقصصية في مجلات وجرائد عربية مختلفة، نذكر منها مغرب اليوم، القدس العربي، وطنجة الأدبية. وهكذا تأتي مجموعة كلاب السوق كأول كتاب ورقي للكاتب بعد نشره إلكترونيا لديوانه الشعري الأول كتاب الغرباء. آت من الجنوب عمل مسرحي تاني للدراماتورج والمخرج المغربي الدكتور يوسف الريحاني. المسرحية ذاتها سبق وفازت بجائزة محمد تيمور لأحسن مسرحية عربية لسنة 2007، ويشهد الكتاب إقبالا جيدا كما استقبله النقاد والمؤلفون المصريون بحفاوة. وحسب سعيد حجاج فإن هذه المسرحية تعرض ملحمة الاغتراب الأولى الذي يعانيه فقراء العالم بحثا عن حلم، كما أنها تعبر عما لا نعرفه عن المغرب. ومن المنتظر أن يتم تقديم العمل على خشبة المسرح المصري بالقاهرة ضمن الموسم المسرحي الجديد، كما تنص على ذلك شروط الجائزة. بعد 10 مؤلفات بيبليوغرافية تعرف بالأدب المغربي والأدب المغاربي في مختلف أجناسه الإبداعية، يواصل الباحث محمد يحيى قاسمي نشر حلقة من حلقات مشروعه البيبليوغرافي. وقد اختار لمؤلفه الجديد ضابطا منهجيا هو الجهة، فسماه الإبداع الأدبي المعاصر بالجهة الشرقية من المغرب. قدم للكتاب الأستاذ الجامعي بكلية الآداب بوجدة الدكتور بدر المقري، وأنجز لوحة الغلاف القاص جمال بطيب. شكرا على حسن تتبعكم مستمعينا، وعودة معك زميلتي نزهة.
شكرا لك زينب. ماذا تقترح علينا زكريا ضمن المختارات الغنائية؟ نعم نزهة الإدريسي، أقترح عليك وعلى كل المستمعين الأفاضل أغنية سلامي للفنان المبدع كاظم الساهر. يا عين يا عين لك جميل هالليلة، أسمع حبيبي هناك ناداني، قلبي علمني ولازم أمشيله وما خلي يسهر ليلة وحداني. بريء من قلبي ومن روحي إن كان لحظة أترك يعاني. سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي. أسامي ما أريد أذكر أسامي. سلام سلامي على اللي حاضر معنا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معنا، سلامي على اللي خالي مكانا. سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي. أسامي ما أريد أذكر أسامي. سلامي على اللي صان المحبة، سلامي على اللي فرق الصعبة، سلامي على اللي صان المحبة، سلامي على اللي فرق الصعبة. بعيد وياكل ويشرب معانا، بعيد وياكل ويشرب معانا، عزيزي وصاحبي وقلبي على قلبه. سلام سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا. سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي. أسامي ما أريد أذكر أسامي. سلامي على اللي يستاهل دموعي، حزين وضحكته تعود برجوعي. سلامي على اللي يستاهل دموعي، حزين وضحكته تعود برجوعي. رجاء لا تذكرونا أمامي، رجاء لا تذكرونا أمامي، أخاف يطير قلبي من ضلوعي. سلامي سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على
سلام إن شاء الله يوصل سلامي سلام إن شاء الله يوصل سلامي أسامي ماري نذكر أسامي سلام محطتنا الأخيرة ضمن إيقاعات هي جديد أخبار الفنية المغربية والعربية وفي تقديمها الزميلة نجية البخاري. تفضلي نجية. مرحبا بك نزهة ومرحبا بمستمعينا الأعزاء. أخبارنا الفنية العربية متواصلة، نبدأها بالخبر السوري، حيث صرح المخرج السوري باسل الخطيب أن قيامه بإخراج مسلسل تلفزيوني حول القدس ما زال مشروعا قائما خاصة بعد أحداث غزة، مشيرا إلى أنه سيعلن عن تفاصيله في الوقت المناسب. حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة أمس جلسة في 7 فبراير المقبل لبدء محاكمة محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي المتهم بقتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال داخل شقة الأخيرة بمحافظة 6 أكتوبر غرب القاهرة. وأخيرا تستعد فرقة الكاف للمسرح لعرض مسرحيتها الجديدة سعادة الرئيس التي ألفها محمد اليوسفي ويخرجها عبد الإله عاجل ويؤدي دور البطولة فيها أيضا رفقة جمال عبابسي وعبد الرحيم المنياري وإبراهيم خاي ومجموعة أخرى من الممثلين. وقال جمال العبابسي إن المسرحية التي تفتتح بها فرقة مسرح الكاف الموسم المسرحي الجديد لسنة 2009 يوم 23 يناير الجاري بمسرح محمد الخامس بالرباط تدور أحداثها في قالب كوميدي يتناول علاقة السياسة بالاقتصاد والأزمة المالية وانعكاستها على العلاقات الدولية. إلى هنا مستمعينا تنتهي أخبارنا الفنية العربية لهذا اليوم، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. عدد مجلة إيقاعات لهذا الأسبوع استوفى جميع مواده، نتمنى أن نكون حققنا لكم مستمعينا الكرام الفائدة المرجوة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وكان في إعداد مجلة إيقاعات الزميلة نزهة الإدريسي، زكريا التفالي، مسجل هذا العدد ومخرجه محمد صدقي. إلى اللقاء.